اليوم ليست جزائر الأمس. ف دعني أقول يعني أنه الرئيس ماكرون في الفترة الأخيرة يعني بدأ متقلب، بدأ متذبذب في نهاية عهده، في حملته الانتخابية كان يقول أي كلام أي كلام، حتى ولو يعني في الحقيقة لا يصدر، لا يمكن أن يصدر من رئيس دولة يعني بحجم فرنسا. الآن يعني بعد نجاحه من جديد، هذه الزيارة اللي الآن راح يقوم بها الجزائر، هو يعرف بأنه بحاجة إلى الجزائر. فرنسا الآن تفقد يعني كل يوم فريقها ومكانتها في مالي وفي دول الساحل. تأكدت أن الجزائر اليوم بكل ما يتطلبه، يعني لأننا نعيش في وسط الشعب الجزائري، الشعب الجزائري ممكن تروح على المستوى الشعبي يقول لك ما عدنا ما نديروا بفرنسا وما عدنا ما نديروا بهذه الزيارة. ونذكرك دائما بالراحل عبد الحميد بن باديس وغيره اللي يقول لك إذا سمعتم الرصاص في قبري فأعلموا أنني أحارب فرنسا حتى من قبري. هذا واقع، هذا واقع يعني الشعب الجزائري اليوم. ولكن الرسميين في الجزائر وحتى الرئيس تبون قالها حتى في حملته الانتخابية لما سئل عن فرنسا، قال في حملته الانتخابية، لأنه حتى هو كان متأكد ربما هذا التصريح قد يسيء إليه يعني في الحملة، ولكن لأنه صدر من رجل عاقل قال علينا ألا ننسى أنه عندنا جالية جزائرية في فرنسا اللي هي تتجاوز 6 مليون جزائري، علينا أننا نراعي مصالحهم. وشفنا كم من مرة لما يوقع تذبذب يوقع تعدي على الجالية تاعنا سواء في المساجد وفي الشوارع وفي غيرها، وكل مرة إلا ونشوف يعني جزائريين قتلوا واعتدي عليهم بالرصاص وبالسكاكين في فرنسا. ف يعني اسمح لي نقولها بكل مرارة، ما عندناش مقر على فرنسا وما عندناش مقر علينا، لأن العلاقات معقدة ومتشابكة وليست علاقة وليدة اليوم. فرنسا هات اللي استعمرت الجزائر أكثر من 132 سنة، هناك جزائريون من ولدوا وقت الثورة الجزائرية في فرنسا، يعني هناك منهم يعيشون الآن عمره 80 سنة وهو يعيش في فرنسا. وبالتالي فالنظرة اللي نشوفوها احنا كجزائريين أننا يجب أن لا نقفز على الذاكرة، يجب أن لا نقفز على حقوق الجزائريين الذين عذبوا والذين ضربوا والذين تأثروا من قنابل الرجال. كثير من الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية هنا في الجزائر، الآن على الفرنسيين أنهم نضع كل الأمور فوق الطاولة. وهذا ما تقوله يعني الرئاسة الجزائرية والحكومة الجزائرية، هذا الكلام اللي ينقلوه.